رجاء الابداع، اول فريق مغربي عربي يلعب نهائي مونديال الانديه. يا سلام يا سلام، اسم الرسمي للرجاء البيضاوي الرجاء المغربي العالمي، ترجمه لهذا الاعجاز الذي حققه النادي الاخضر والابيض. شرفتونا يا ساده، شرفتونا يا ساده، عدتم كل الشعوب العربيه واسعدتم الشعب المغربي ملكا حكومه وشعبا. الله على عصام، الله على هذه الكرة عصام، شمالية اللقطة، عيدها يا مخرج المباراة.